هذا لا يصدق. أخبرتك أنك ستتقنها بسرعة يا أخي. كول جو تم، الماتادور تم، راستا تم، نورث أوه تحذير ارتفاع القدرة على التكيف، تشيكس و نورث شو. ماذا لديك يا بروفيسور؟ إنه أسوأ بكثير مما ظننت. ألقي نظرة هنا. حسناً، أعتقد بأن العطلة قد انتهت. لدينا عمل لنقوم به. انتهت الاستراحة، أريد رؤيتكم في سترايكا لاند غداً. المدرب، توقفوا عن اللعب، يجب أن نطير. لماذا نحن داخل هذه الأشياء؟ أنتم في قبب محاكاة الارتفاع، إنها تحسن تحليل قدرتكم على التكيف مع الارتفاعات. أجل، لماذا؟ لأن خصمنا التالي هو أيرون تانك، وسنلعب على أرضهم. إنهم لا يهزمون في ملعبهم. لا يهزمون؟ إنهم اعتادوا اللعب بمستوى مرتفع. ظننت أن الدوري الممتاز كان أعلى. كلا، انظر، هذا المخطط يوضح الأمر. وهو كذلك، الآن فهمتك. أجل، ملعب القلعة هو أعلى ملعب في العالم، أعلى من سترايكا لاند. أصبت. أشعر أنني أكلت 10 شطائر قبل التدريب. صديقي، أنا دائما أتناول 10 شطائر قبل الركض، لكنني لم أشعر بهذا الوهن. يختلف تفاعلنا مع الارتفاع، فعندما تكون على ارتفاع أعلى يكون الأكسجين أقل في الهواء، فجسمك يحتاج للأكسجين، وإن لم تعتد على الارتفاع العالي لن يعمل جسمك كما تتوقع. لماذا أتتنفس بصعوبة؟ ستشعر بالدوار ورؤية غير واضحة وفقدان التوازن. أنا أشعر بهذا في كل مرة أنظر فيها إلى طعام شهي. ولذلك عليكم أن تستعدوا للعب على هذا الارتفاع. لم يهزم أبداً فريق أيرون تانك على أرضهم، وستكون آخر دقائق قاسية للغاية عليكم جميعاً. أنا أعود للقبة؟ عودوا للقبة. سيدي، أتسمح لي باستراحة قليلة سيدي؟ لا، القتال أمر حيوي. استرح. يجب أن نلاعب سوبر سترايكا بطريقتهم ونطور آلات مثل ما لديهم التي رأيناها في برنامج كرة القدم. هذا عبث، إننا متفوقون عليهم. تذكر أننا نعيش في هذا الارتفاع، فإذا التزمنا ببرنامج التمرين المكثف السخيف لن يشكل تهديداً على أيرون تانك هنا في قلعتنا. بالطبع يا سيدي. سوبر سترايكا سينهار في الدقائق الأخيرة مثل جميع الفرق. كما ظننت بالفعل، نورث شو وشيكس ليسا مستعدين للعب على ذلك الارتفاع، إذن الاثنان لم يتكيفا. أيرون تانك سيحفر للكرة طريقاً للأهداف. أعتقد أن ما خططناه سيجعلهم مستعدين. لا أحب نظرة المدرب هذه. دعني أحذر، انطلق إلى آلة أخرى. رائع يا شيكس، فلترتديا ملابسكما وانطلقا إلى الطائرة.
وعلى ماذا ستركز أكثر ضد سوبر سترايك أيها المدرب؟ من الجيد، الطبيعة تقف إلى جانبنا. لا أرى كيف يمكنهم أن يواجهوا فريق آيرون تانك على طول الطريق. من هنا إلى هناك. لا يهزمون في أرضهم، خصومهم من دون أهداف. في الدقائق الأخيرة هل جهاز تحديد الموقع يعمل الآن؟ وبسهولة. ما زلت لا أفهم الغاية من هذا. حتما ستفهم. انظروا، لقد اختصر المدرب نفقاتنا. فندقنا هو خيمة. ها نحن أولئي، حان الوقت لوضع هذه. مظلات. جيدة يا راستا. يمكنك القفز من دونها، لكنني سمعت أنها صنعت لهبوط أكثر راحة. لا مطار أيضا. ضغط النفقات من المدرب مبالغ فيه كثيرا. إن لم ترد ذلك لا يتوجب عليكم القفز. حقا؟ انتظراني. اسحبا مظلتيكما عند 3. 1 2 3. سوبر سترايكا. تقرير الحالة، هبطوا بأمان وسلام. إذا كانت هذه الخطة، إسقاطنا في منتصف لا مكان. نحن على بعد يوم من نقطة اللقاء. يجب أن نصعد على طول الطريق حتى الغد. يا رجل هذا مستحيل. بل ممكن، حتى أن لدينا إحدى آلات المدرب لترينا الطريق. لننطلق الآن. يا سيدي، لدينا سبب لنظن أن سترايك في مكان ما في أوروبا يتدربون في الجبال. أتظن ذلك؟ أجل. أحضر لي أوبر في الحال. أخبره أن لدينا قضية أمنية. الآن. انتظر، نحتاج لاستراحة. أجل بالطبع. ترى أين ذهب كل الهواء؟ لا أستطيع إيجاده. لا بأس يا أخي، البعض يستغرق وقتاً للتأقلم. أنا لا يمكنني فعل أي شيء. اهدأ يا رجل، لننصب خيمة من أجل الليل. أفضل فكرة، سمعتها طوال اليوم. أول شيء في الصباح سنصل إلى تلك القمة ونقابل سوبر سترايك على مسار الهبوط في الأسفل. هذه هي المشكلة في الصعود، عليك الهبوط بعد ذلك. ليس إذا كنت تريد الفوز، فالطريقة الوحيدة صعود. نوما هنيئا يا سوبر سترايكا. أجل، سوف أجد الأساسية حتما. سلامي، وأنا قانق مع مارشميلو. من فضلك اصنعها وهزها. أكره هذا تماما. أراكم لاحقا، أو ربما لن أراكم. سيدي، أضعتهم. ماذا؟ كان هنا الليلة الماضية، كيف اختفى هذا الجهاز؟ يا رفاق، أثار أقدام وزلاجات. ها؟ كان هذا عملا تخريبيا، أحدهم لا يريدون أن نصل إلى المباراة. إلى الأمام ونحو الأعلى. نحو الأعلى والأعلى أيها الكابتن. آه.
أين هم؟ الوقت قليل حتى المباراة. أنا متأكد أنها مسألة وقت حتى وصولهم. وإن لم؟ لهذا السبب لدينا هذه. أنتما على وشك الوصول. لا أعرف إن كنا نستطيع. إذا كنت تريد سبباً جيداً لماذا يجب أن تنتهي، لأن العودة للوراء الآن قد تكون أصعب بكثير. الآن لنجد طائرة سترايكا. وقبل أن تغادر نريد إشارة يا صديقي. كيف فعلت ذلك؟ تظن أنه المدرب؟ إن ذلك كان تخمينا جيدا. الآن نذهب هناك بسرعة. أية أفكار؟ زلاجات رائعة يا رجل. جذوع الشجرة القديمة هذه صنعت لوحة تزلج جميل. عشرة على عشرة يا صديقي. هيا علينا اللحاق بالطائرة الآن. إن لم يصلوا سريعا سيكون علينا المغادرة بدونهم. لا يمكنني الانتظار أكثر. سأواجه الظروف وحدي وأنقذ أصدقائنا وبنفسي. موفقون يا أصدقائي، لقد حاولت. لن أتوقف عن البحث عنكم يا أصدقائي. ما هذا؟ ماذا؟ أنا لم أستسلم والآن وجدتهم. أوقفوا هذه الطائرة. هل يجب أن نقلق؟ آخر 15 دقيقة تكون صعبة على أي فريق زائر. خطأ كبير وفادح. إنه يوم المباراة والقلعة تشتعل. تقصد تتجمد. هل يستطيع سوبر سترايكا كسر سلسلة انتصارات آيرون تانك؟ إذا كان باستطاعتهم ذلك وخلال 15 دقيقة الأخيرة. يجب أن أعترف، هذا المكان بارد جدا بالنسبة لي. هذا لا شيء مقارنة بتلك الجبال. هذا يشبه يوما على الشاطئ. شيكس، نورث، وراستا، لكن جهاز تحديد المواقع. سوبر سترايكا يبدون بحالة جيدة. شيكس. أوه، كارثة بالنسبة لآيرون تانك. الأذكياء سوبر سترايكا مستعدون جدا. أوبر. ها؟ يا؟ ما نوع هذه الخطة؟ أهلاً، أتريدون لعب كرة القدم الآن؟ وهذا الشوط
ما زالت لوحة النتائج نائمة. لا أعلم يا ماك، لا أرى فوز الفريق المضيف مع استراتيجية عدم التدخل. قمتم بعمل ممتاز جميعا بإرهاق سوبر سترايكا. سيدي أجل يا سيدي. ليس لديهم فرصة في الشوط الثاني. شيكس ونورث وراستا أخطأوا بوجودهم بالتشكيلة الأساسية وسيفشلون بالدقائق 15 الأخيرة. سيدي أجل يا سيدي. حسناً، ها نحن الآن وفريق آيرون تانك يزيدون الضغط. هذا صحيح يا ماك، وأخيراً أصبحت الأمور ممتعة. هل يستطيع نورث شو إيقافه؟ ليس هذه المرة. أنا آيرون تانك يوقظ لوحة النتائج، والنتيجة 1-0. كيف سيسجل سوبر سترايك هدفاً إذا كان مهاجمهم مرهقاً هكذا؟ لا أعرف إذا كنت أستطيع ذلك. لقد وصلت إلى هذا الحد يا شيكس، هل تريد أن تتراجع الآن؟ سوبر سترايك يستعيدون نشاطهم من جديد. يحركون الكرة بشكل جيد لتسجيل هدف. هدف! لقد كسر سوبر سترايك لعنة الدقائق 15 الأخيرة. لكن هل سيصمدون لنهاية إلى هدف الفوز؟ أم سيكون من نصيب آيرون تانك؟ هناك طرق كثيرة للتغلب على الارتفاع. أجل، لقد اكتشفناها على الجبل من خلال المحافظة على طاقتك. إنك تستخدم ماء لديك بكفاءة. هيا، يمكنكم هزيمتهم هنا والآن، ولكن فقط إن استطعتم أن تصمدوا. أجل، تنفس. الفتى يركض في الهواء. متعب جدا. فقط ابحث عن سبب يا شيكس. أثار أقدام. أكان أنت سرقت جهاز ملاحتنا. ولكنه لم يكفي، إنه كاف بالنسبة لي. حركة جميلة. أسجلت هدفاً؟ شيكس، لقد فعلتها. هيا انظر إلى الإعادة. يا لها من نهاية. لقد هزم آيرون تانك هنا على أرضهم للمرة الأولى. ستسجل هذه الأرقام القياسية. لم ترتكب خطأً بعد كل ذلك يا مدرب. أخي شيكس، احنا سوف تقومون بمئة تمرين ضغط. سيدي شيكس، لا يمكنك هزيمة تانك على أرضهم أبداً. لقد فعلها. ليس عدلاً. أنت صبياني. إنه رائع. هذا رائع الآن يا أخي.